المشكله انه بدات بالجبانه، بالتعدي على الجبانه، ان الناس بتوع اهل دهشور عايزين عندهم مطلب انساني طبعا بانهم يعملوا امتداد طبيعي للمقابر بتاعتهم. فده مشكله قائمه عند الاهالي، ولكن حصل بانه بدا تعدي واحد. التعدي ده هو اللي فتح علينا ابواب جهنم كلها. في عائله اسمها عائله ابو اسماعيل، دي دخلت عملت بنت لنفسها مقبره على مسافه 250 متر مربع، وللاسف العائله دي بالصدفه، بقى مش بالصدفه يعني، هي عائله المدير العام الجديد اللي عينه الوزير دلوقتي، واللي انا اعترضت عليه رسميا لانه ده غير في غير صالح العمل. وقتها لما الناس دي دخلت وعملت المقبره، احنا كنا عارفين طبعا ان في ضعف امني في الفتره دي في كل المواقع الاثريه، فاحنا حتى اتكلمنا مع زميلنا لانه كان زميلنا بيشتغل معانا في المنطقه، ان هم لازم يزيلوا التعدي ده عشان ما يفتحوش علينا ابواب جهنم، ان الاهالي لو شافت ان احنا ما قدرناش نزيل التعدي ده هيتجرؤوا يهجموا كله. فالحقيقه ان هو رفض وقال اعملوا المحضر، اعملوا المحضر الاداري عادي، وهو عارف ضعف المحضر الاداري. فطبعا عملت لهم محضر تدمير، يعني ده جنايه لانهم استخدموا معده في حفر الاساس. فلما عملت محضر تدمير هو طبعا اتضايق ان احنا ما عملناش حساب الزماله، مع ان هو ما عملش حساب يعني القيمه اللي هو بيشتغل فيها، انه عارف ان الاجراءات دي في غير صالح المنطقه. فطبعا التعدي فضل قائم حوالي اسبوع او 10 ايام. ده جرى ايه؟ الناس شافت ايه؟ الناس شافت ان التعدي ما اتزالش، وهو قوم المنطقه كلها الاهالي وشجعهم لانه عارف نقطه ضعف المنطقه اللي هو شغال فيها. فالقريه كلها هجمت على الجبانه طبعا في اول يناير 2013. ويمكن لو عملنا حتى سيرش في المواقع هنعرف ان احنا صرختنا وصلت لابعد مدى في الميديا وفي كل حته، لان احنا فوجئنا ان القريه كلها في الجبل. وفي خلال الخميس والجمعه اللي هو يوم الاجازه كان كلهم بنين وهم عائلات هناك، واحنا ما نقدرش نواجه القريه كلها. هم كانوا رايحين بهدف السرقه ولا هدف؟ لا، بهدف انهم هم بهدف انهم يبنوا تراب ليهم هم كمان. يعني والتربه ايه؟ التربه ان انت بتحفري اساس يمكن يطلع معاكي اثر، ويمكن ما يطلعش بس يمكن يطلع برضه، وبتدمر الموقع الاثري. ففجاه بقى المحضر التدمير الوحيد لعيلته بقى حوالي 100 محضر كده، اضعف المحضر. فانا ده كان اول تعدي سافر على دهشور. وكان رد الوزراء ايه ورد في الوقت ده؟ انا كنت كلمت الوزير، وكان الوزير الدكتور محمد ابراهيم. لما في الاول طبعا لما ما ردوش علينا وما تجاوبوش كالعاده، لكن بعد ما طلع الموضوع في الميديا بصينا لقينا كل الوزاره عندنا بتحاول توجد حل بيننا وبين الاهالي. بس احنا دلوقتي بنحاول نوجد حل عن طريق التفاوض مع الاهالي، مش ان احنا نمشي الاجراءات. في التوقيت وقتها في 2013، وخدنا وقت، ويمكن الحادثه دي اللي شجعت على انه لازم يطلع قرارات ازاله. لكن قبلها 2011 2012 طول الوقت احنا بنعمل محاضر، ويمكن كان معظمها حفر خلسه اللي هي الناس بتدور على الاثار، ما كانش بيطلع اي قرارات. كانت في نفس التوقيت ده المحاجر بتوع التحجير شغالين، ولكن على اطراف الارض الاثريه بعيده، وبتعمل لها المحاضر عادي، بس ما فيش قرارات ازاله بتطلع، وما فيش ضبط واحضار بيتم.